طبعا احنا كان مركزنا موجود في الغاب في قريه الحويجه اسمه مركز الغاب الاوسط، كان نخدم قسم كبير من الاهالي ما عدا جبل شحشبه يقدر ما بين 20-22 ألف نسمه، ولكن بظرف بحسب الظرف الامني والقصف المستمر من الطيران والمدفعيه نزحت العالم كله لانه صار تدمير كامل في المنطقه، ومن ضمن المركز انتقلنا الى هنا بالتعاون ما بين مديرية صحة حماة ومديرية صحة إدلب. حسب التوزع المهجرين من الغاب وجبل شحشب وباقي المناطق العامة. الهدف منه تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المتواجدين بالمنطقة ولأهالي المنطقة بنفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن مركز قضاء المضيق الرعاية الصحية. بعد الهجم الشرسي من قبل قوات النظام الروس اللي ادى لتهجير اهلنا وسكاننا في منطقه ريف حماه الشمالي الغربي، قمنا بنقل المراكز الصحيه من الغاب وريف وجبل شحشبو باتجاه اماكن تواجد النازحين. تم تجهيز البناء والمعدات وكافه تجهيزاته بحدود تقريبا 10 ايام، اخذ معنا وقت، وبعدين بدانا باستقبال المراجعين والمرضى، والحمد لله رب العالمين تم استقبالهم وعم نعالجهم ونعطيهم ادويه. طبعا نحن جاهزين بأي وقت لاستقبال المرضى والنازحين بغض النظر سواء كان مقيم أو نازح.